السلام عليكم. النهارده هنشرح ايه هي تقنيه نفرتيتي. تقنيه نفرتيتي هو ببساطه الخط الفاصل ما بين الوجه والرقبه عند بعض الناس بيختفي او بيقل نتيجه عوامل كتيره، هو نزول عضلات الوجه الاسفل او تراكم الدهون في المنطقه دهيت، وده بيقلل من جمال الوجه. احنا التقنيه بتقوم على جزئين، الجزء الاول هو حقن كميه من البوتوكس على عضلات الرقبه في الخط اسفل الفك بالشكل ده لإضعاف العضلات دهيت اللي بتشد الوجه لتحت، وبالتالي الوجه يرتفع لمرة لفوق والخط يظهر بشكل أكبر. والجزء الثاني من التقنية هو حقن فيلر على الخط العظمي مباشرة اللي موجود خط الفك لإبرازه بشكل أكبر واستعادته مرة أخرى لزيادة الجمال في المنطقة دهيت.